اسمي يزن احمد رحال وانا من الرقة ونجحت، عمري 14 سنة. تركت في المدرسة ونجحنا وجيت هون اشتغل دوزنتي. والله تعلمت من ابوي، اي عم اقدر في الي امكانية عم صلح. صار لي 3 سنين عم اشتغل، في عندي 2 كبار، هن واحد عم يدرس وواحد عم يشتغل. يوسف 16 سنة، عمري 14 من راس العين. صار لنا 7 سنين اجينا على كونشلا. درست في الصف السابع. عم يدرس. ابوي كمان عم يشتغل. سنة صار لي عم يشتغل. عم يشتغل ميكانيك. نواف علي كران. العمر 2000، مواليد 2006. من علاية. عم يشتغل ميكانيك. درست الصف الرابع. لأنه أهلي بدنا نعيش وما في عندنا إمكانية. كنت أجي على الصناعة أشتغل. صار لي سنتين ميكانيك. عم اتعب كثير وعم اشيل شغلات ثقيله. لما ارجع البيت ظهري يجعني، يديني وجعوا رجليني وجعوني، بس انا مجبر عم اشتغل. افين جمعة، اداره منظمه حقوق الانسان في الجزيره. عماله الاطفال هو مفهوم منتشر عالميا منذ القدم، يعني ما لنا شغله جديده، بس تعتبر خرق لحقوق الطفل. الطفل منذ ولادته من حقه أن يتم تأمين حياة كريمة له حتى يبلغ سن الرشد. طبعا سن الرشد يختلف حسب القوانين من دولة إلى أخرى، حسب قانون حقوق الطفل يلي اعتمدته الأمم المتحدة حتى سن 18 سنة. طبعا الطفل منذ ولادته حتى سن يبلغ سن 18 سنة يحق له أن يتمتع بحياة كريمة تتوفر له أساسيات الحياة من مأكل، ملبس، مشرب، تعليم، تأمين أو وضع صحي مناسب، مسكن، كل ما يمكن أن يوفر له عيش كريم. طبعا هذه الحقوق يتم خرقها منذ القدم كما قلنا، بسبب في أغلب الأحيان بسبب الحاجة المادية. استغلال الأطفال من أجل الكسب أو تأمين العيش هو قيام الطفل بعمل خارج أو يفوق طاقته وقدرته ولا يتناسب مع عمره ونموه الجسدي. طبعا يعتبر هذا استغلال للطفل من قبل الشخص الذي يقوم بإشغال هذا الطفل. طبعا الأطفال الذين يعملون معظمهم يعملون مضطرين بسبب الحاجة، سوء أوضاع مادية أو ظروف معيشية لتأمين قوت اليوم. يوجد نسبة يعملون من أجل كسب مهارات معينة أو كسب تعلم مهنة معينة. طبعا هذا أيضا يعتبر خرق لأنه يحرم الطفل من مسألة التعليم الأساسي التي يجب أن يتمتع بها كل طفل حتى سن 15 سنة. أسباب عمالة الأطفال كما ذكرنا قد تكون أسباب اقتصادية مادية أو بسبب النزوح، فقدان العائلة، فقدان المعيل، أو قد يكون بسبب كسب مهارات معينة أو تعلم مهنة معينة. طبعا كل ما تم ذكره يرغم الطفل على القيام بعمل معين. طبعا الطفل حتى سن 18 سنة هو يجب أن يتمتع بحياة كريمة كما قلناها، كما قلنا يفترض للمسؤول عن هذا الطفل أن يقوم بتأمينه. طبعا مسألة عمالة الأطفال منتشرة في كافة مناطق يعني في العالم أجمع، لكن بمنطقة الشرق الأوسط نسبة أعلى بسبب سوء الأوضاع المادية، طبيعة المجتمع الذي يميل إلى العمل الحرفي ويبتعد عن مسألة الدراسة والتعليم، بالإضافة إلى مسألة الحروب والكوارث المتكررة التي أدت إلى فقدان
مئات الآلاف من العوائل لمعيلها، واضطر الأطفال إلى العمل لتأمين قوت يومهم، بالإضافة إلى مسألة النزوح. ملايين الأفراد نزحوا من أماكنهم بسبب النزاعات المتكررة. طبعا قانون حقوق الأطفال، قانون أقرته الأمم المتحدة، في هذا القانون عدة مواد تحدد الأساسيات، الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الطفل، منها مسألة عمالة الأطفال وضرورة ممانعة هذه الظاهرة. مسألة فرض العقوبات على رب العمل أو رب الأسرة، من يقوم باستغلال الطفل في أعمال من أجل كسب المال. طبعا قانون حقوق الطفل يمنع هذا الأمر ويعتبرها مخالفة للقانون. كل دولة حسب قوانينها الداخلية في مسألة حقوق الأطفال تقوم بوضع عقوبات معينة تفرض على رب الأسرة أو رب العمل في حال أرغم الطفل على ترك الدراسة، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي حتى سن 15 سنة، والالتحاق بأعمال لا تتناسب مع قدراته العقلية والجسدية. يجب أن يتم توعية الأسرة بضرورة التحاق الطفل بمقاعد الدراسة، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، حتى يتمكن من ممارسة أي مهنة يمكنه أن يتحملها بعد سن معين تناسب قدرته. في حال اضطر للعمل يجب أن يكون العمل مناسب له، مثلا أن لا يكون بالعمل حمل أشياء ثقيلة تفوق قدرته، أو أعمال قد تعرضه للخطر مثل أعمال البناء. مسألة البيع بضائع ضمن الشوارع قد يتعرض لخطر الدهس بالسيارات أو حوادث متعددة، وهذا واجب منظمات المجتمع المدني. ثم دور الأسرة نفسها بتوعية الطفل بضرورة التعلم. عمالة الأطفال ظاهرة منتشرة في مناطقنا، خاصة بعد مسألة النزاع المسلح الذي انتشر في المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات. منذ فترة رأينا إحصائية لأطفال في منطقة الصناعة وبعض المعامل، أكثر من 100 طفل بينهم فتيات دون سن 15 سنة يعملن في مهن مختلفة أغلبها صناعية. طبعا تلك المهن لا تتناسب لا مع أحمارهم ولا مع قدراتهم الجسدية. مثلا منذ في عام 2018 أجرينا إحصائية في منطقة كوباني، أكثر من 400 طفل تم تسجيل قيامهم بأعمال مختلفة. في عدة مناطق نسبة الأطفال خاصة النازحين وفاقدي المعيل يقومون بأعمال لا تتناسب مع أعمارهم ولا مع قدراتهم. طبعا تلك الظاهرة بحاجة إلى معالجة، منها ممكن أن نقترح عدة حلول. تأمين فرصة عمل لأحد أفراد الأسرة كي يتمكن الطفل من العودة إلى دراسته أو إكمال حياته بصورة طبيعية كسائر الأطفال. ثمة أطفال ليس لديهم أسرة أو معيل، يمكن تأمين عمل يناسب قدرته، إعادة تأهيل سواء كان من الناحية النفسية أو الدراسية لهذا الطفل، أو يمكن توفير أسرة تقوم بمتابعة هذا الطفل أو الاعتناء به بحسب القوانين التي تتوفر في معاملة الأطفال الذين فاقدي الأسرة. في منطقة شمال شرق سوريا يتم إعداد قانون للطفل، هذا القانون يحدد الحقوق الأساسية للطفل، وفي حال وجود خروقات أو
أي خطر يهدد حياة الطفل كيف يتم التعامل معه من الناحية القانونية، سواء كان مسألة التسرب من المدارس أو في حالة الانفصال الأسري، في حالة تجنيد الأطفال، في حالات عمالة الأطفال ضمن مناطق صناعية أو في أعمال تفوق قدرته. يتم أيضا وضع حلول من خلال فرض عقوبات على من يقوم باستغلال الطفل سواء كان من الأسرة أو من رب العمل، توفير حماية لهذا الطفل في حال كانت الأسرة غير قادرة على تبني هذا الطفل وحمايته، خاصة في حالات فقدان الأسرة. يعني أيضا تتم دراسة حالات ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف يمكن توفير الحماية والدعم. المنظمات الدولية كما قلنا سمت قانون أو اتفاقية حقوق الطفل، وهو يعتبر بمثابة قانون تعتمد عليه الدول لحماية الأطفال، وسن القوانين الداخلية التي من خلالها يتم حماية الأطفال. المنظمات سمت عدة منظمات دولية، منها اليونيسف، عدة منظمات تهتم بالطفل، صحته، مسألة توفير الحماية للطفل. طبعا في مناطقنا تلك المنظمات نسبتها قليلة، خاصة أن المنطقة تمر بحالة نزاع، ومسألة وصول المنظمات سمت عوائق إدارية تحول دون وصولهم، بالإضافة إلى مسألة توفر الأمان. قدرة أو فعالية تلك المنظمات في مناطقنا تجعل نسبة عمالة الأطفال كبيرة جدا، خاصة مع وجود كم هائل من النازحين في مناطقنا، سواء كان من النازحين من الداخل أو من النازحين من المناطق التي تم احتلالها من قبل الدولة التركية في عفرين، سريكانية، جريس بي. طالب منظمات الدولية خاصة المهتمة بشؤون الطفل بتقديم الدعم للمنطقة التي محرومة من المساعدات الإنسانية من جهة، ومن تقديم مشاريع خاصة بالطفل من جهة أخرى. جوليا خلو، إدارية في لجنة الأطفال في الساحة الاجتماعية التابعة لكونغرستار في شمال شرق سوريا. ضمن الساحة الاجتماعية في ثلاث لجان: لجنة الأطفال، لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولجنة المهاجرين. أما نحن كلجنتنا هي لجنة متابعة شؤون الطفل في شمال شرق سوريا. عمل لجنتنا تقوم بمتابعة جميع الشؤون المتعلقة بالطفل من جميع النواحي: الناحية الاقتصادية، الناحية الجنسية، الناحية الاجتماعية والنفسية أيضا، أي كل ما يتم استغلال الطفل من خلاله. أعتبر عمالة الأطفال جريمة بحق الطفولة، لأن الأطفال هم مستقبلنا، أي هم أساس المجتمع، وإذا كان هذا الأساس غير قويا وغير ثابتا فلا مستقبل لهذا المجتمع. نظرة الطفل العادي إلى الطفل العامل هو أحد أسباب انهيار نفسية الطفل العامل، ولكن الطفل العادي لا يعلم ما هو الظروف التي يمر بها هذا الطفل، ولكن مهما كانت الظروف صعبة على العائلة أن لا تقوم بهذا الشيء وتقوم بعمالة أطفالهم، بل عليهم أن يقوموا هم بإيجاد الحلول لهذه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. القضاء على هذه الظاهرة، ظاهرة عمالة الأطفال، من خلال توعية الأهل، توعية الأطفال، أو إيجاد حلول اقتصادية بين المجتمع. لجنتنا تقوم بدراسة مشروع لمكافحة هذه الظاهرة، وخاصة ظاهرة التسول، لأنه ظاهرة التسول أيضا تعتبر جريمة بحق الأطفال، ويتم استغلال هؤلاء الأطفال من قبل أشخاص يديرون هذه المجموعة، ويستغلون الأطفال الذين توفي أهاليهم في الحروب وتم لجوءهم إلى هذه المناطق، ويتم استغلال هؤلاء الأطفال. عمل اللجنة حاليا في المركز، نقوم بإنشاء جروبات داخل الكومينات، ونقوم بمتابعة هؤلاء الجروبات وإعطاء محاضرات، والمحاضرات تكون حسب الظاهرة التي تكون متداولة بين المجتمع. نقوم بدعوة جميع المنظمات الدولية وجميع منظمات حقوق الطفل أن نكون يد واحدة في مكافحة هذه الظواهر التي تعتبر جريمة بحق الأطفال أو حق الطفولة.